السلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة نناقش فيها ما كشفه تقرير القبر الكبير الذي أصدرته رابطة أمهات المختطفين بخصوص ضحايا غارات التحالف على كلية المجتمع في ذمار. أطلقت رابطة أمهات المختطفين في تعز تقريرها الخاص بضحايا قصف التحالف لسجن كلية المجتمع في ذمار قبل 3 أشهر، ووثق التقرير الصادر بعنوان القبر الكبير مقتل 137 مختطفا وجرح 45 آخرين من أصل 182 مختطفا. وقال التقرير إن من نجا من السجناء لاحقته طائرات التحالف وكذلك رصاصات عناصر ميليشيات الحوثي الذين تعقبوا الفارين لإعادتهم إلى المعتقل. وقدم التقرير توصيات أهمها فتح تحقيق محلي ودولي في جرائم قصف السجون، وتعويض أهالي ضحايا جريمة سجن كلية المجتمع، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً. وفيما يتصل بالأسرى، رحب المبعوث الأممي في اليمن مارتن جريفيث رحب بمبادرة السعودية لإطلاق 122 محتجز، وأكد جريفيث أنه سيعمل مجدداً مع لجنة الصليب الأحمر على تنفيذ مبادرات مستقبلية لتبادل المحتجزين. في حلقتنا نسلط الضوء على أهم ما تضمنه تقرير القبر الكبير، ونناقش إمكانية تدخل الصليب الأحمر لمصلحة المختطفين لدى ميليشيات الحوثي، وكذلك حمايتهم من أي استهداف بطائرات التحالف، وإمكانية التحقيق في جرائم قصف سجون المختطفين. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. قال تقرير حقوقي إن التحالف السعودي الإماراتي استهدف عمداً المختطفين الناجين من قصفه لسجن كلية المجتمع في محافظة ذمار مطلع سبتمبر الماضي، ومن نجا منهم لاحقته رصاصات ميليشيا الحوثي. جاء ذلك في تقرير أصدرته رابطة أمهات المختطفين في رعة تعز أمس تحت عنوان القبر الكبير. وفقاً للتقرير، فإنه وفي اليوم الأول من سبتمبر الماضي قصفت طائرات التحالف مبنى كلية المجتمع الذي يحتجز فيه الحوثيون 182 مختطفاً بسبع غارات تركزت على المبنى الذي يتألف من دورين وكذلك الساحة المجاورة له. أخطر ما ورد في التقرير أن الطائرات استهدفت أيضاً الذين حاولوا النجاة بحياتهم بعد الغارات الأولى، ومن تمكن من الفرار فعلاً استهدفته رصاصات عناصر الحوثي. مشهد مروع أسفر عن مقتل 137 مختطفاً وإصابة 45 آخرين، جريمة مزدوجة كأن الضحايا فيها كانوا هدفاً واحداً لعدو مشترك. هكذا رأى البعض ما جرى، الحوثيون يجمعون الضحايا في سجن ما ثم تأتي الطائرات لتقصفهم ولا يكون في الضحايا حوثي واحد. ذلك ما جرى وتكرر في أكثر من واقعة، كما حصل للمختطفين في سجن هران بذمار في مايو 2016، ثم سجن الزيدية في الحديدة الذي استهدفه التحالف في أكتوبر من نفس العام، ما أدى لمقتل أكثر من 110 وجرح آخرين كان يكتظ بهم السجن. كذلك القصف الذي طال سجن الشرطة العسكرية بصنعاء في ديسمبر 2017 وأسفر عن مقتل 38 نقلهم الحوثيون إلى موقع القصف قبلها بأيام. هذه المعطيات لا تزال بحاجة للتحقيق من جهات محلية ودولية لضمان ألا يفلت الجنات من العقاب. سنكون بحاجة لتقارير تشبه تقرير القبر الكبير للكشف عن ملابسات استهداف السجون المكتظة بالمدنيين المختطفين، ولا بد لطرف أن يتحمل المسؤولية الكاملة. إذن نبدأ النقاش، وأرحب بضيفتنا من تعز أسماء الراعي رئيسة فرع رابطة أمهات المختطفين في تعز. سيدة أسماء مساء الخير. مساء الخير، أهلا بك. سيدة أسماء أهلا بك، يعني تابعنا التقرير الأخير، يعني نتساءل هنا على ماذا بني هذا التقرير، يعني كيف وصلتم إلى هذه المعلومات؟ هل وصلتم إلى مسرح العمليات وجمعتم هذه المعلومات، أم لكم يعني وسائل أخرى؟ يعني أوضحي لنا الصورة كاملة.
أهلا بك أولا، رحب بكم كذلك. أقول أن الرابطة لم تكن هذه هي أول نقطة تقوم بها. الرابطة تعمل منذ أكثر من 3 4 سنوات الآن. نحن الآن في السنة الخامسة لعمل الرابطة. نعم. نقول أن الرابطة في فروعها في الرافدين، في سواء في رافداتها، سواء في صنعاء أو في الحديدة أو في ذمار أو في إب أو في تعز نعم أو في مارب، في كل هذه المناطق الرابطة تعمل بكل قوتها. نقول أن الرابطة لديها ملفات ولديها أوراق، لديها استمارات لكل مختطف موجود في سجون جماعة الحوثي. نعتمد على تصنيف هذه الملفات أو هذه الاستمارات لكل مختطف. نعم يصلنا البلاغ من أمه أو أخته أو زوجته أو أبوه أو أخوه كذلك. كل من كان في سجن كلية المجتمع في دمار، نحن لدينا استمارات خاصة بهؤلاء المختطفين، ونحن على تواصل مستمر مع أسرهم. نعم نقول كذلك أن هناك من أخفي عنا، لا نعلم أماكنهم، ونحن في متابعة مستمرة للبحث عن أماكن إخفائهم، هذا بالتعاون مع أسرهم طبعا. آلية التقرير الذي أصدرته الرابطة كان نعم يعتمد على ما وصلنا، سواء من نجوا من ضربة الطيران، ممن كانوا محتجزين في كلية المجتمع في دمار، أو منذ تلقينا خبر قصف كلية المجتمع. نحن هنا في تعز الرابطة فتحت أبوابها وأبواب الرابطة منذ الصباح الباكر لاستقبال بلاغات الأمهات والآباء والزوجات عن مقتل أزواجهم أو أبنائهم أو إخوانهم. نعم هذا كانت ما رصدته الرابطة. نحن كل من أتى إلينا كان هناك تواصل بيننا وبين الأسر، فصلتنا البلاغات مباشرة بعد الضربة أن هناك مجموعة ممن سقطوا تحت هذه الضربة. نعم، إذن تكرمي بالبقاء معنا سيدة أسماء. أرحب الآن بضيفتنا رئيسة رابطة أمهات المختطفين السيدة أمة السلام الحاج. سيدة أمة السلام، مساء الخير. مساء الخير عليكم جميعا. أهلا بك سيدة أمة السلام. يعني هناك تقرير أخير لرابطة أمهات المختطفين فرع تعز، تحدثت فيه عن جريمة كلية المجتمع، وهنا الكثير يتساءل يعني لماذا هناك مجازر أخرى، لماذا لم تولى بالاهتمام الكبير كما تم يعني التركيز على كلية المجتمع من حيث التقارير والمتابعة المستمرة لهذه القضية؟ هذه جريمة نقول ثنائية، المجرم اللي هم الحوثي، جماعة الحوثي، وأيضا التحالف. هذه أيضا سقطوا خلالها 200 شخص، والتقارير السابقة، بالعكس احنا كرابطة عملنا تقرير عن الشرطة العسكرية التي قصفت وداخلها مختطفين أيضا في صنعاء، عن سجن ذمار في أيضا قصف في، وعملنا تقرير عن ذلك. هذه الجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي في وضع الناس دروع بشرية، وأيضا لا يتورع التحالف في قصف هذه الأماكن التي داخلها هؤلاء المختطفون. يعني ما يميز هذه الجريمة فقط أنها يعني مشتركة ما بين التحالف والحوثيين، ولكن لو تساءلنا هنا عن الجهة الوسيطة دائما، يعني كيف تنظرون لدور الصليب الأحمر كوسيط؟ لا شك أن عمل الصليب الأحمر مميز، ويشكروا على هذه المبادرات، سواء ولو كانت في نظرنا غير كافية، ولكن يعني نقول أحسن من لا شيء. فقد عملت في كلية المجتمع، عملوا على إعطاء الحوثيين يعني أكياس للجثث، وعلى أساس أنهم
يساعدوهم في إخراج الجثث، ولكن جماعة الحوثي رفضت ذلك. أيضا الآن الإفراجات التي حصلت ومسألة التبادل وتوصيل الناس، هذه مبادرات جيدة يشكر عليها. لكن هي فترة طويلة بقيت الجثث تحت المباني كما يعني تشير الكثير من المعلومات. نعم، لأنه تعنت جماعة الحوثي، تعنت جماعة الحوثي في إخفاء المعلومات وإخفاء الناس الذي كانوا موجودين، غير المختطفين الذي كانوا داخل هذا المكان. المشكلة أنهم لم يسمحوا حتى للصليب الأحمر بممارسة عملهم كإنقاذ للجثث، وكان هناك تعتيم إعلامي شديد من قبل الحوثيين، وهذه أيضا جريمة أخرى في حق هؤلاء الناس، أن يتم التعتيم بالنسبة لهم وتظل هذه الجثث مدة طويلة. لا يسمح للصليب الأحمر ولا يسمح للأهالي بأخذ جثث أبنائهم والتنقيب عن جثث أبنائهم، وإنما حتى يجيروا هذه الجريمة لصالحهم ويجيروها تجير سياسي، وهذا هي المشكلة التي نعاني منها نحن في من قبل جماعة الحوثي وغيرهم، أنهم يجيروا هذه القضايا تجير سياسي. نعم. فتضيع القضية الإنسانية والانتهاكات التي تحصل في هذه القضايا الإنسانية. نعم سيدة أمة السلام، تكرمي بالبقاء معنا. أعود للسيدة أسماء الراعي. سيدة أسماء، يعني هناك الكثير من المعلومات الجميع يعرفها حول ما حدث في كلية المجتمع، ولكن لو تساءلنا أثناء إعدادكم لهذا التقرير، ما هو المفاجئ والملفت؟ طبعا زارت الرابطة سجن المكان الذي قصف بعد قصه، نزلت الرابطة إلى دمار وزارت المستشفى، ثم زارت موقع الكلية الذي أصبح دمارا. ما حالنا في هذه القضية أن اكتشاف العدد كبير من الضحايا الذين لم يكونوا مرصودين عندنا في الرابطة. نعم. كذلك الرابطة أخذت على عاتقها هذه القضية، فاكتشفنا أن هناك أكثر من 10 ممن كانوا من الضحايا كانوا صغار السن، كذلك 38 أعمارهم ما بين ما يعني في العشرينات، 26 كانت أعمارهم في الثلاثينات. هذا يعني أن أغلب من قضوا نحبهم تحت أنقاض كلية المجتمع في دمار كانوا من يعتبرون من صغار السن أو من الشباب. هناك 11 فقط ممن كانت أعمارهم في الأربعين. هذا يدل على أن الحوثي يستهدف فئة معينة من الشباب لتجميعهم في هذه الأماكن، وليجعلهم كذلك في مرمى أو في مكان لضرب الطيران. نعم. كدروع بشرية. نعم، لكن سيدة أسماء، هناك في مسرح العملية، يعني كل الجثث أو كل الذين قتلوا أو استشهدوا في هذا المكان يعني قضوا بفعل القصف، أم أن هناك يعني بعض الأشخاص بقيوا تحت الأنقاض وكان من الممكن إنقاذ حياتهم وبالتالي توفوا؟ نعم، شهادات الشباب الذين وصلوا إلينا ممن نجوا من ضربة الطيران كانت تؤكد لنا بالفعل، وهذه الأشياء موثقة، أن هناك من كان تحت الأنقاض وكنا نسمع أصواتهم. كنا نتمنى من الحوثي أن يسمح لنا بأن نحفر لنخرج زملائنا أصدقائنا، لكن لم يسمحوا لنا بهذا الشيء. هناك جثث خرجت بعد 8 أيام من القصف، ما زالت كانت تنبض بالحياة، لكن بعد كذا نزلت أسماءهم في كشوفات القتلى. هذه كل الأشياء مرعبة جدا بالنسبة للأهالي، ومرعبة جدا بالنسبة لنا أن يظل شخص هذه الفترة تحت الأنقاض وما يزال يعاني سكرات الموت في هذه اللحظة. نعم، إذن ابقي معنا. أعود للسيدة أمة السلام. سيدة أمة السلام، يعني أين تجدون الصليب الأحمر فيما يتعلق ب المختطفين؟ البعض يرى أن الصليب الأحمر لا يتواجد فقط إلا عندما يتم أو يكون هناك صفقات تبادل بين الطرفين، بينما يغيب كثيرا في تحسين ظروف الاحتجاز ومتابعة أوضاع المحتجزين في داخل سجون الميليشيات.
أولا بس إضافة إلى ما قالت الأخت أسماء، ما هالنا أيضا أن الجثث الباقية والجثث المتفحمة وبقية الجثث الآن موجودة في حاوية في مستشفى ذمار وتعفنت، ويخرج الله يعزكم الأذى من داخل هذه الحاوية. لم يستطيعوا الأهالي أن يخرجوا هذه الجثث لأنها متعفنة بشكل كبير جدا وتحت ظروف سيئة جدا وفي حاوية، يعني حتى جماعة الحوثي لم تحترم هؤلاء الناس الذي قد قضوا نحبهم وتحترم جثثهم وتحترم آدميتهم. هذا أيضا مما أهالنا وجعلنا في نبكي دما من هذا الأمر الذي حصل. بالنسبة يا أخي لمسألة الصليب الأحمر، طبعا إحنا علاقتنا مع الصليب الأحمر كرابطة نوصل لهم كل المآسي التي تحصل لنا، ونذكر لهم المرضى ونذكر لهم ونذهب مع الأهالي لتقديم الشكاوي ودورهم، يعني ما نقدرش نقول أنه 100% ولا شيء، هذا راجع إليهم. هم يوعدون أنهم بيدخلوا السجون وهذا، لكن جماعة الحوثي تعمل في إطار سجون سرية لا تصلها، لا يصلها الصليب الأحمر ولا يصلها المنظمات الأخرى. تخفي الناس، تخفي الناس في أسوأ الظروف. هذه مأساتنا مع جماعة الحوثي كما قلت لكم. نعم، لكن سيدة أمة السلام، يعني كيف رأيتم لما قام به التحالف مؤخرا بإطلاق 128 أسير حوثي بدون مبادلة؟ طبعا طبعا احنا كرابطة أمهات المختطفين يعني عندنا تحفظ على مسألة المبادلة، لأنه أيضا في هناك انتهاك لحقوق المدنيين. أبنائنا المختطفون مدنيون، أخذوا من الشوارع، أخذوا من مكان أعمالهم، أخذوا من مقارهم، لم يشاركوا في حرب ولم يشاركوا في أي مأساة من هذه المآسي التي تحصل في اليمن، ومع ذلك يبادلوهم بناس قتلة مجرمين تسببوا في قتل اليمنيين، ومع ذلك الأمهات نظرا لتعنت جماعة الحوثي فهي توافق على مسألة التبادل وغيرها. نعم. لا شك أنه نقول خطوة جيدة أنهم لحلحلة هذا الملف، ولكن باقي المختطفين أين دور التحالف في هذا المجال؟ أين ضغطه على الحوثيين بحيث أنه يخرجوا هؤلاء؟ إحنا اليوم نشوف المفارقات، التحالف يخرج عن المعتقلين أو الأسرى الذي لديه لجماعة الحوثي. نعم. في حين الرابطة تعمل تقرير عن الموت الذي تسببت فيه أيضا تسبب فيه التحالف لهؤلاء المدنيين. هناك مفارقة عجيبة جدا، ونرفع أكفنا إلى الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا ما نحن فيه، لأنها شيء يدمي القلب، والله شيء نقول أنه يدمي القلب من صدق. لو تسمعوا رسائل الأمهات وبعد ما شاهدوا أن جماعة التحالف يفرج عن الأسرى حق جماعة الحوثي وهم ملبسين وأنتكين مبدلين، والحوثي يفرج عن أبنائنا وهم مشلولين ويعني والبعض منهم يسلمهم جثث وتعبانين ولا يجدون حتى مجرد الله يعزكم الصندل في رجلهم. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر رئيسة رابطة أمهات المختطفين السيدة أمة السلام الحاج، شكرا لك. وأرحب الآن بضيفي من فيينا رئيس منظمة سام للحقوق والحريات السيد توفيق الحميدي. سيد توفيق مساء الخير. مساء الخير لك ولجميع مشاهديك وضيوفك الكرام. أهلا بك سيد توفيق، يعني كيف رأيتم لما قام به التحالف من جهته بإطلاق 128 أسير حوثي وذلك دون مبادلة؟ حقيقة نحن اليوم أصدرنا بيان في منظمة سام، رحبنا بهذه الخطوة، ونحن نرحب بكل الخطوات التي يمكن أن تعمل على حلحلة ملف المعتقلين والأسرى، خاصة بعد تعثره منذ اتفاقية ستوكهولم. لكننا أشرنا في البيان بكل وضوح
إلى وجوب أو ضرورة المسارعة بحل حالة هذا الملف وفق اتفاقية ستوكهولم. اليوم للأسف الشديد برغم أن هذه المبادرة مرحبة، يعني هذه المبادرة مرحبا بها، إلا أننا كنا نتمنى أن تكون في إطار إنساني عام، بمعنى أن تكون في إطار الإفراج عن المعتقلين المدنيين الذين اعتقلوا من الشوارع من أماكن عملهم، على الأقل ولو المعتقلين المرضى. نحن أصدرنا قبل أيام تقرير بعنوان الموت البطيء، وتحدثنا عن أكثر من 40 معتقل مصابين بحالات مرضية مزمنة، إضافة إلى معتقلين كثر لم يشملهم التقرير. وبالتالي هو في حقيقة الأمر هذه المبادرة وإن كانت مرحبا بها، إلا أنها عكست صورة سلبية سيئة لدى كثير من المدنيين من اليمنيين، خاصة الذين لديهم معتقلين في السجون منذ 3 سنوات و4 سنوات و5 سنوات، ويعرفون حالتهم الصحية وحالتهم النفسية وما تعرضون لها إلى غير ذلك، فأحسوا بأنهم لا بواكي لهم، لا راعي لهم، لا 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 لا, لا ناصر لهم، بينما جماعة الحوت اليوم مستميتة بالإفراج عن مقاتليها وليس عن مدنيها بدرجة أساسية، بينما المدنيين والأكاديميين والصحفيين ونخبة المجتمع اليمني التي قالت لا لجماعة الحوت بسبب هذا الرأي دون أن تمسك بندقية، للأسف الشديد لا بواكي لهم. أمس كان هنالك مبادرة بالإفراج عن هؤلاء 128، في حين النيابة الجزائرية المتخصصة كانت جهزت قرار اتهام الصحفيين 10 أو 15 وإحالتهم من النيابة الجزائرية المتخصصة بأحكام الإعدام. وبالتالي لا توجد أي مبادرة. نعتقد أن الحوثيين هم المستفيدون أو تجار الحروب، ليس إلا من هذه الصفقات ومن هذه التي تدار في الغرف المغلقة. نعم، لكن سيد توفيق لو نظرنا للتقرير الأخير لرابطة أمهات المختطفين فرع تعز القبر الكبير، هذا التقرير يعني رصد الكثير من المعلومات حول ما حدث في كلية المجتمع، يعني كيف تنظر إلى هذا التقرير؟ التقرير هو جاء ضمن سلسلة الكشف عن هذه الانتهاكات. نحن أيضا كنا في إطار إعداد تقرير وجمعنا أيضا كثير من المعلومات، لكن ليؤكد لنا مجموعة من الحقائق. اليوم أن ضرب المعتقلات أصبح سياسة ممنهجة، وهنالك خيط رفيع ربما يحتاج إلى مزيد من التحقيق، خاصة إذا ربطناه بما حدث في سجن الشرطة العسكري، أن الضربات جاءت توقيتها أو تشابهت في أشياء عدة. من التشابهات أن الصليب الأحمر كان يعلم بوجود معتقلين ويدعي بأن التحالف كان يعلم أن في هذا السجن معتقلين مدنيين. الأمر الثاني أيضا أن المعتقلين الذين أو السجون التي استهدفت كانت تجري فيها صفقات تبادل للأسرى، بمعنى كان هنالك عملية على وشك الانتهاء على وشك النجاح، ثم تأتي مثل يأتي قصف الطيران. هذا حدث في سجن الشرطة العسكري ويحدث اليوم في سجن ذمات. حقيقة هذه الجرائم تحتاج إلى تحقيق شامل دولي وخارجي وشراكة المجتمع الدولي بشكل المحلي والدولي بشكل كامل. نريد فكفكت الخيوط الغامضة في مثل هذا القصف. اليوم نحن نتحدث عن قصف واضح بما في ذلك الشهادات التي يمتلكها الصحفيون عن سجن هران، عندما يأتي يعني القائم على ذلك السجن الحوثيين ويخبر الصحفيين والمعتقلين بما فيهم عبد الله قابل بأن طيران التحالف سوف يقصفكم بعد لحظات ثم يغادر المكان. هذه اليوم نحن اليوم كمجتمع مدني كمنظمات حقوقية نحتاج أو نطالب بلجان تحقيق دولية مستقلة في الوقوف على كافة هذه المعطيات. يجب على الصليب الأحمر أن يبين كافة ما لديه من معلومات، هل بالفعل التحالف كان يعلم وهل بالفعل تم إبلاغ التحالف إلى غير ذلك. هنالك شهود كثر
يمكن أن يقدموا معلومات كثيرة وكثيرة جدا في عملية قصف السجون خلال الفترات الماضية. جميل، أشكرك جزيل الشكر السيد توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، وأعودنا أعود مجددا لرئيسة فرع رابطة أمهات المختطفين في تعز السيدة أسماء الراعي. يعني سيدة أسماء، ماذا بعد هذا التقرير؟ يعني هل ستكتفون فقط بإصدار تقارير؟ طبعا أعتقد أن الموضوع ليس بهذه السهولة حتى نكتفي بهذا التقرير. الآن نحن شهران ونهاية الشهر الثالث بعد هذه الضربة، والأمهات إلى الآن لم تخمد أرواحهم أو لم تهدأ أرواحهم، لأن أبنائهم ما يزالون في أكياس حافظة. هم الآن مستشفى في كلية المجدد في دمار تقول أنها لا تستطيع أن تعطيهم الجثث بسبب أن الجثث هذه لم يتم التعرف عليها لأنها مجرد أشلاء. نحن الآن الأمهات تأتي إلينا لتقدم البلاغات باستمرار، نريد أن نواري أجساد أبنائنا تحت التراب، نريد أن نطمئن على جثث أبنائنا. هذا الموضوع يؤرق الرابطة بشكل كبير، لذلك نحن نتمنى أن يكون هناك محاسبة للمرتكبين هذه الجريمة. نحن كذلك نتمنى أن يتم تعويض هؤلاء الضحايا وذويهم. كذلك نحن الآن في قلق شديد على من تبقى من أبنائنا الذين لا يزالون مسجونين في ذمار. نريد أن يتم إطلاق سراحهم فورا دون قيد أو شرط. هذه كلها مسببات كثيرة لا تدع لنا مجال للتوقف. نحن كذلك ملتزمين بأن نظل مع الأمهات ونظل مع المختطفين حتى بعد خروجهم من السجن، كي نقدم لهم الدعم النفسي، كي نقدم لهم ما نستطيع عليه من اطمئنان حياتهم، ادماجهم في المجتمع من جديد. كل هذه الامور تظل على عاتق رابطة امهات المختطفين. جميل، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر سيدة أسماء الراعي رئيسة فرع رابطة أمهات المختطفين في تعز، شكرا جزيلا لك، ونكتفي بهذا القدر ونصل إلى ختام حلقتنا من زوايا الحدث لهذا اليوم. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.